البنات مبروك العواشر، العيد راه هو قرب، ما بقالو غير القليل. ايوا نوض توجدوا شي حليوات زوينين للوليدات والعائله والاحباب الضيوف. بهذه المناسبه انا جيت نقاسم معكم الحلوه اللي غادي نديرها في هذا العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا عندي واحد الكيلو ديال اللوز طحنته وطحنته جوج المرات بسنيده، مرة بوحدو مرة بسنيدة، وفرقتو على ثلاثة ديال الشكيلات حيت بغيت ندير منو ثلاثة الشكيلات. إذا شنو الشكل الأول كنحتاج فيه 250 غرام ديال اللوز مطحون مع سنيدة، يعني إلا درتي اللوز 250 غرام دائما النصف ديال سنيدة، درتي كيلو نصف سنيدة، درتي نص كيلو نصف سنيدة، يعني أي حاجة العبار اللي ديري ديال اللوز ديري النصف ديالو سنيدة. كطحني الطحنه الاولى من بعد ما كتسلقيه، يعني كتخليه يغلي واحد جوج دقائق وتقشريه تنشفيه مزيان، طحنيه وتخليه يبات كينشف اولا نهار كامل كينشف، المهم ينشف مزيان ما يبقاش فيه ريحه الماء. من بعد كطحنيه الطحنه الاولى بوحدو والطحنه الثانيه مع سنيده. هذه هي الطريقه باش كتكون عندك عجينه اللوز. شنو كنحس شنو غادي نضيف له؟ انا بغيت غادي نضيف له هذه الفواكه المجففه المعسله، يعني ثلاثه الالوان الاخضر الاحمر الاصفر. غادي ندير عيني ميزاني حيت عندي تما واحد عندي تما اللوز عندي غير 250 غرام ماشي بزاف. عندي واحد صفر بيضه، عندي واحد جوج معلقات نتاع الكوفيتير البنات، جوج معلقات نتاع الكوفيتير. انا درت هنا المشماش ويكون شويه خفيف ما يكونش فيه لي مغصو. وعندي هنا بياض البيض اللي غادي نعدلو من بعد ما يطيب اللوز، وهو غادي نمرمدو في اللوز افيلي، وفي العقده غادي ندير الزا. اذا واش فهمتوني مزيان؟ راكم متابعين معايا؟ يلا غادي نبداو دابا بحول الله، نبداو دابا الطريقه ديال الصياب ديال غادي نرمي داك صفر بيضه، وغادي نزيد له هذا الكوفيتير. انا كندير فيه الكوفيتير كل واحد باش اللي بغى باش ينسم ينسم. اغلبيه العقده ديال اللوز دائما كتكون نفس الطريقه. غادي نزيد شويه ديال الفواكه الجا هادو معسله، انا كندير نص هذه ونص خضر ونص صفر، ما كنديرهاش كامله بزاف. صافي البنات راه ما درتهاش كامله، راه باقي عاد فيها. اذا غادي نخلطو مزيان البنات، مزيان 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 خلطو. غادي نزيد بعدا هذه ديال الزهر، انا كندير هذاك هذا البرتقال كتعطي الريحه زوينه البنات. بسم الله على بركه الله، نبداو كنخلطو البنات. خلط مزيان مع هذم خصو يتعجن مزيان. وضروري غادي نخليوها البنات يرتاح واحد نص ساعه ولا 20 دقيقه باش كيشرب مزيان داك اللوز البيدان ديالو، يدخلوا فيه المقادير. وهذا ما كان، هذه هي العجينه ديالنا، ما كياخذش بزاف ديال المسائل ديال تما فيه بوتماره ما والو. اذا غندخلوا الثلاجه يبرد حتى ينشف مزيان، ومن بعد نرجع معكم نوريكم الطريقه كيف غادي ندير نحربلو. هانتوما معايا حبيباتي البنات، انا كنحربلو حيدتو من الثلاجه من بعد ما جلس 30 دقيقه ارتاح. هانتوما كتشوفوا البنات، هانتوما دابا غادي ندهنو بالبيض بيض البيض، وغادي ندورو بحال هادوك اللي درت القضبان. صافي غادي ندخلو واحد 7 دقائق للفران صافي، وغادي نحيدو. دابا البنات كندهنو بيض البيض، راه ساهل تخي فاسيل وكيجي رائع جدا، كيجي بريستيج بزاف البنات. وهنا دابا البنات كي كنديرلو كنديرلو بياض البيض وكنمرمدو في اللوز ايفيلي، ومن بعد غادي نديرلو واحد الديكور حيت بغيت نعمرو في الوسط. شتو البنات تبقاو
كتديو اللوز افيلي حتى يلصق فيه كامل هكذا، يلصق كامل كلاش نضيعو داكشي اللي كيطيح، نعاودو نثبتوه مزيان ونقادوه مزيان، ما عندنا من نخافو، كامل الراحة ديالنا نعدلوه صابو. دابا هو دار لي في اللوز افيلي كامل، هانتوما البنات ما كنضيعش حتى حاجه، داكشي اللي كيشيط لي في البوطاجي كنعاود نلصقو باش ما يضيع ليش داك اللوز. صافي دابا غادي نهزو البنات، غادي نهزو البنات وغادي نديرو هنايا مع خوتو، غادي نجيب واحد المعلقه وغادي ندير فيه الساقيه، غادي ندير فيه الساقيه البنات، هانتوما غادي تشوفوا ملي غادي ندير له. نتمنى يكون واضح لكم، هانتوما معايا باش ما يجيش الفيديو طويل البنات، شوفوا اللي كندير له، نتمنى انه يبان لكم. كندير له تقيبه هنا بصبعي اولا بالمعلقه وكنعاود نضيقه، ها كنمشي بالمعلقه هكا كامل، كندير غير ساقيه وكنعاود نصايبو بصبعي عاود مزيان باش تبان ديك الساقيه صافي، ونعاود نضيقها من باش تجي غرقه. كنتمنى انكم تفهموني شنو بغيت ندير. صافي دابا غادي نجي عاوتاني للتالي، غادي ندير به حتى هو ساقيه كومسا، نبرك عليه بالمعلقه بحال اللي كندير فيه غار، من بعد نصايبو بيدي مزيان ونعاود كنغرقها حيت غادي نعمرو كيطيب. عندكم ليش تخافوا منه؟ تقدر تردوا له الويزات ديالو ما تخليهوش يطيحوا، يجيو بنان قرب لي حتى كيطيبوا. صافي البنات غادي نخليه هكذا ضيقو باش تجي ديك الفتحه بحال الساقيه، كامل غنضيقو. وها هو البنات من بعد ما طاب هاني كنقطع فيه، شوفوا بعد غنديرو هنايا فوق محيط طاب، درتلو لي كونفي لي فخوي كونفي مع شويه ديال القلقاع وواحد المعلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج وشركتهم وبهم عمرت هذيك الساقيه اللي كنت درت. ودابا غادي نديرو في الكويغطات البنات، الكويغطات انا دائما كندير لهم شويه ديال الناباج من التحت باش كيلصق الحلوه كتولي ثابته صافي، وكنحطها في الكويغطات ديالها. ها هي الحلوه ديالنا جات غزاله تبارك الله، حمرتها شويه، تحمرت لي شويه الصراحه، كنحمرهاش هكا دائما ولكن اليوم شمتني الفران. نتمنى انكم تانتوما ما تخليوهاش تتحمر بزاف. واش غادي نقول لكم، راه كتجي رائعه البنات، راه كتجي رائعه بزاف وكتجي معلكه حيت كيبرد، حيت كيبرد البنات كتجي معلكه رائعه. صافي كنديروها في الكويغطات ديالها، شوفوا البنات، وكنحطوه في طبق التقديم. انا اختاريت كويغطات طوالين، نتوما لكم حريه الاختيار، دائما انا كنقول لكم نتوما عندكم كامل حريه الاختيار. انا كندير لها شويه الناباج في الكاغيط باش كنثبت مزيان الحلوه ديالي، كتجي مثبته على هذا الشكل. فوالا البنات، نتوما كتقادو مسائل تقدوها مزيان تثبتوها مزيان فهمتوا، حتى كتسالي كلشي الحلوه ديالكم. من بعد غنوريكم الملوزه كي هذا كي غادي تصدق. دابا غادي نجيو دائما كنبداو من واحد القنيت، كنحيدو ديك الحاشيه
من بعد كناخذوا العبار كنبركد دقه واحده وكنجي كناخذ العبار ديالها دقه واحده ناخذها ثاني واحده وكنقطعوا مائل فهمتوا البنات كيجي مائل باش كيجي ودوك القنوت كنحيدهم فوالا ما يطرمعوش غيتاكلو ولكن هادو اللي في التقديم كيكونوا خصهم يكونوا ضروري يكونوا السلام حبيباتي انا جيتكم بعد ما ساليت هاد النويع تاع الحلوه الغزاله 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 بزاف 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 نتمنى تعجبكم وطرق الاعجاب ديالكم كثيرا انها حلوه بريستيج رائعه جدا كنتمنى تعجبكم حبيباتي شوفوا كي جات غزاله 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 ومع دوك مزينه بدوك الفواكه المكس المعسله والمرقده ومع القرقاع وداك النباج عطاها البغيونس شوفوا ما شاء الله غزاله غزاله حبيباتي نتمنى انك تعجبكم بزاف نتمنى تعجبكم بزاف حبيباتي راها غزاله جربوها ما غاديش تندموا عليها راها بريستيج وكتحمر الوجه وفيها الالوان كانها لوحه فنيه رائعه جدا نتمنى تعجبكم حبيباتي وصحة فطوركم ومبروك عواشركم والله يجعل ان شاء الله عيد الفطر يدخل علينا بالصحة والهنا وجميع متمنين ان شاء الله لنا ولجميع المسلمين واخواتي نخليكم تابعوني في السلسلة ديال الحلويات اللي غادي ندير لعيد الفطر قليلة بكمية قليلة ولكن متنوعة باش الانسان ياكل من هنا ومن هنا ومن هنا ويعرف ويحمر وجهه في التقديم للضيوف والاحباب الله يجعلها محبة بيناتنا ان شاء الله هاد العيد الفطر ان شاء الله الله يجمع جميع افراد العائلة بالبهجة والسرور ان شاء الله حبيبتي يلا حبيبتي نتمنى لكم كل خير وهذه قبلة مني واستناوني في الانواع الاخرى اللي غادي نقدم اللي غادي نحضر لعيد الفطر يلا حبيبتي مع السلامة